سليمان دحو شاب من ولاية أضرار، التحق مباشرة بالمسرح الجهوي تليلان الكائن ببلدية أضرار فور سماعه بتنظيم ندوة جهوية للفواعل الشبانية لولايات الجنوب الغربي بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب. جاني فضول أنا كشاب باش نجي نحضر لهذا الندوة ونمي من الوعي السياسي عندي. من هذا الشيء عرفت أنه لازم الشاب يمارس الواجب تاعو الوطني باش يكون كعنصر فعال في المجتمع. أنا شاب من ولاية بن عباس، نتمنى إن شاء الله الشباب يشارك في العملية الانتخابية من أجل الاستمرار العملية التنموية وكذلك فتح أكبر فرصة للشباب. أنا شاب من ولاية طمر راسط، اليوم شاركت في الملتقى الشباب بولاية أضرار. الانتخابات راهي جاية وإن شاء الله الشباب يكون على وعي يشاركوا في الاستحقاق القادم إن شاء الله. ومن ضمن الأهداف الرئيسية للندوة التمكين السياسي للشباب في صناعة القرار وتوعيته بحقوقه وواجباته نحو الوطن. المجلس أطلق مبادرة هي شباب والتي شهدت حيوية وحركية كبيرة وشهدت نجاح كبير. اليوم نقيم هي شباب في مرحلتها الأولى المتعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية بعد انقضاء مدة المراجعة الاستثنائية، ونرسم خارطة العمل التي سنعمل من خلالها على مواصلة الجهد في مختلف الفضاءات الشبانية والشعبية من أجل توعية الشباب وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات المقبلة التي ستشهدها وطننا. ولقد شكلت ورشات عمل على هامش الندوة فتح فيها النقاش والحوار حول مختلف القضايا التي تهم شباب جنوبنا الكبير.